حدثنا ابن مقاتل حدثنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليله فقال سبحان الله ماذا انزل الليله من الفتنه ماذا انزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره